السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. إذا كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى بلاغ حول امتحانات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2019-2020 خاص بجامعة ابن زهر. بلاغ امتحانات الدورة الربيعية الموسم الجامعي 2019-2020، يعني بالنسبة للطلبة الذين لا يتمكنون من اجتياز امتحانات في الوقت العادي. في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا جراء جائحة كوفيد-19، وحرصا على سلامة الطلبة والطاقم التربوي الإداري، تعلن جامعة ابن زهر لطلبتها في سلك الإجازة الأساسية أنها ستعتمد مراكز القرب محليا وإقليميا وجهويا. الاستاذ غادي تعتمد على مراكز القرب، يعني المراكز القريبة من كل طالب، والمراكز ستكون محليا وإقليميا وجهويا. كما تم بالنسبة لاجتياز امتحان كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية برسم الموسم الجامعي 2019-2020، مع الحرص التام على احترام التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار هذا الوباء. وسيتوصل كل طالب عبر مؤسسته بالبرمجة المعتمدة والمركز المخصص له لاجتياز الامتحانات. إذا بالنسبة للامتحانات الربيعية، ستعتمد مراكز القرب، وهذه المراكز ستكون إما محلية أو إقليمية أو جهوية، وأن كل طالب سيتوصل عبر مؤسسته، يعني اللي مسجل مثلا في كلية العلوم غيتوصل عبر مؤسسته في كلية العلوم، كلية الآداب وغير ذلك. غادي يتوصل كل طالب بالبرمجة المعتمدة والمركز المتخصص له، يعني شنو هما المواد مثلا اللي غادي يدوز، التوقيت ديال المواد، وشنو هو المركز اللي غادي يجتاز فيه الامتحان. وهادشي كله نبقاو على بال. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد مع إعجاب للفيديو إذا عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.